تيسبرس. تيسبرس.com أول موقع إخباري إلكتروني بتسنيد جنوب المغرب. كنت رفع اترمي قيت البلاص لاقيت 9 كروبات على 6
اسعار على على استطول دلنا على استمرار شهود الزور، وبدينا فيها بالمشاكل ديالها، ولينا كان المحاكم وشت فيها البغراء، وبدا كيهدينا بالمحافظه كل عام، والمحافظه كتجينا ولكن ما عرفتش علاش، واش كاين عندها شي وثيقه رسميه ولا ما عندها والو. المهم دابا حنا في المحكمه ديال الاستئناف، وبقى داك الشيء دابا مشى للمحكمه ديال الرباط. هذا هو السلام عليكم. الزوارة اللي سيد تسمو فيها العقاري كان ونسيمي غير قلت التوية العدد من الشهود الزور اللي تشاهدين من 1070 الى يومنا هذا على سوق التشاهد شهود هذا الثقال. الا قاس عبد الله بيشو يشاهد ازيد من 28 شهاده دكوات غير اللي غمس الجلسه ان الشهد غير كطول. بالله عليكم عبد الله بيشو يا ورقاس اللي انا مسنت مولاي وري الزراي يخدم وري الزراي يكرز وري الزراي ينكر وري الزراي يسرو المهنه سكت شهاده الصوت. انت دو حسين بولهباش يعني نفس الشهود اللي تداوي مافيا العقار على الشهاده اللي كان يولي المدن، نفس الشهود تتكرر اسماءهم وباستمرار في جميع ملفاته التي يكون فيها دائما مطالبا بالحق المدني، اي مطالبا بالظلم. مطالب بالحق المدني اي مطالب بالظلم. هذا عار الاستئنافية أكادير الذي وقف في وجه مافيا العقار.